خطبة العيد من جملة الصلاة، فالتوجه إلى القبلة وعدم الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأعز خليقته، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ومعظم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا العيد السعيد أهنئ أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأهنئ مراجعنا الكرام أنوار الإله في الأرض في هذا العصر، كما أهنئ إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات الحاضرين في مجلسنا في هذه المؤسسة الشريفة، وأقول لكم أيها الأحبة، نحن هنا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات لنصلي صلاة العيد ونأخذ الدرس والعبرة من قصة عيد الأضحى. ما هي قصة عيد الأضحى؟ ما هي التمثيلية الحقيقية التي جرت في يوم عيد الأضحى؟ ما هي القصة التي العبرة التي نستنير بها من العيد؟ أنتم مهاجرون جلكم أيها الأحبة، والمهاجر قد ذاق طعم الهجرة، والمهاجر يعرف معاناة الهجرة، ويعلم ويجب أن يعلم معنى الهجرة وحقيقة الهجرة. حقيقة الهجرة ليست الهجرة التي نهاجرها من أجل أن نكسب المال في وطن آخر، ولا أن نكسب العلم في موقع آخر، ولا أن ننتهي من ظلامة ظالم إلى موقع آخر. هذه هجرة، ولكن الهجرة الحقيقية هي خروج الإنسان من سجن النفس، هي خروج الإنسان من قفص صغير حقير هو قفص النفس. وإنما كانت تلك الهجرات النبوية لأنبياء الله ولأولياء الله نموذجاً،
لهجرة الإنسان من نفسه، لهجرة الإنسان من أنا الصغير إلى نحن، من هجرة الإنسان العبد إلى الله وإلى رسول الله وإلى أولياء الله. هذه هي الهجرة الحقيقية أيها المؤمنون. من هنا نرى أن نبي الله إبراهيم، ولما إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان أنموذجاً جميلاً من الهجرة لكل من معه معه. كانت هجرته هجرة زوجته الأولى معه، من كل ما كان يملك من مال وغنم وبيت وأثاث وحياة سعيدة في بابل العراق إلى مصر، وابتلائه بمصيبة حاكم وظالم تلك المنطقة، وهجرته ثانيا. وفي هذه المرة مع زوجته الأولى والثانية إلى فلسطين، إلى الأردن، إلى كل تلك البقاع الجميلة التي حبذ أن يبقى فيها وأن يسكن أسرته بها، غير أن جبرائيل لم يسمح له بذلك، جعل يستأذن حينا بعد حين أن ينزل في تلك الأشجار الجميلة والحياة السعيدة، وأبى الله له إلا أن ينزل في أرض قاحلة سوداء، أحجار تجد سوادها اليوم مع حرارتها، أحجار مكة، ولا ماء ولا عشب تأكله زوجته وتشربه زوجته وطفله الرضيع الصغير إسماعيل. فكانت الهجرة من كل ما عنده من مال ومن كل ما عنده من موقعية ومن كل ما عنده من وجود هو وأسرته، هجرة إلى الله، هجرة إلى المجهول. سألته زوجته عندما أمرها أن تبقى في تلك البقعة السوداء: أربك أمرك؟ أربك الذي أمرك أن تبقى في أن تبقنا في هذه المنطقة؟ قال لها: نعم يا هاجر. عند ذلك قالت: سمعا وطاعة لربك يا إبراهيم. أطاعت ربها. ومن بعد ذلك قال لها وأخبرها بالنبأ المحزن أنه سيهاجر منها مرة أخرى. وهذه الهجرة كانت صعبة على الزوجة الجديدة الزواج، العروس وعندها مولود، ولكنها رضيت بذلك. لسؤال سألته مرة أخرى: أربك أمرك؟ فقال لها: نعم. فرغبت للأمر الإلهي وهاجر عنها. وماذا جرى عندما هاجرت نفسها وهاجرت أنانيتها
هذه المرأة أصبحت أنموذجاً للمرأة المهاجرة في العالم، أصبحت تلك المرأة التي سعت بين الصفا والمروة تبحث عن قوت وماء لولدها الرضيع، وكانت العناية الإلهية أن سقى الطفل من تحت رجله، حتى اضطرت عندما عادت ورأت المياه تجرف فنادت زمزم، أي اهدئي أيتها المياه زمزم وتشرب الآن معينا طاهرا، بركة إلى هذا العصر من رجل إسماعيل ابن إبراهيم ابن هاجر. أيها الأحبة، نتعلم من درس إبراهيم، مدرسة إبراهيم، درسين أساسيين. الدرس الأول الهجرة، هاجرتم ولكن هل هاجرتم؟ هاجرنا ولكن هل هاجرنا؟ هاجرنا من أوطاننا ولكن هل هاجرنا من أنفسنا؟ هاجرنا من دولة أنانيتنا، هاجرنا من مالنا، هاجرنا من زوجتنا وأولادنا إن كانت الزوجة والأولاد تمنعنا والوطن والدولة تمنعنا من الوصول إلى الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية التي تقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عندما نتعلم الهجرة علينا أن نطبقها أيها الأحبة، علينا أن نعلم أن الهجرة إلى الله أولا بالتضحية التي نتعلمها في الحج. الحج تحج أنت، في الحج عبرتان أيها الأحبة. العبرة الأولى، الحج تمثيلية تطبقها أنت مرة في حياتك واجبة، ولكن لتتروض بهذه التجربة وبهذه الترويضة لتكون إنسانا حاجا في كل حياتك. لا يقتصر إمساكك عن المحرمات في الحج في مناسك الحج وحدها، بل عليك أن تروض نفسك، أن تكون قويا عندما تدعوك الشريعة أن تتجنب ثوبا حراما لم يخمس. عليك أن تنزع الثوب كما نزعت في الحج كل ثيابك ولبست الكفن. عندما تقتضي الشهوة أن تنظر إلى أعراض الناس وشرف الناس ونواميس الناس، عليك أن تتذكر الحج وتتجنب كل شهوة في غير السبيل الإلهي الذي جعلها الله لك، جعله الله لك. عندما تدعوك غريزتك، تدعوك أنت المرأة غريزتك أن تتعطري للرجال، عليك أن تكوني معصمية وتكون لديك قوة أن تعتصمي عن التعطر كما اعتصمت عندما حجيت بيت الله الحرام. عندما يجب عليك أن لا تأكل اللحم الحرام، عليك أن تتذكر أن في الحج تعلمت أن لا تقتل وأن لا تصطاد ولو من الحلال. الله علمك أن تكون قويا وتتجنب الحرام. عندما تكون في الدنيا وتجد بعض الأمور التي تؤذيك، وعليك أن تكون صبورا وعليك أن تكون حليما أمام القضايا الكبيرة وأمام القضايا الصغيرة، فتتذكر أنك في الحج كنت ممنوعا عليك أن تقتل برغشة أو ذبابة أو قمل، حتى القمل
الأملة التي كانت تؤذيك في الحج محرم عليك أن تقتلها وأن تؤذيها، لأن الله أعطاها الحياة ويجب أن تعيش كما تعيش أنت. نتعلم دروسا وعبر من حج الحجاج أيها الأحبة، ونتروض ونتعلم ونمثل هذه التمثيلية. عند ذلك نقول لبيك اللهم لبيك، عند ذلك تكون التلبية صادقة. هذا الإمام زين العابدين وصل إلى موقع التلبية وكل الناس لبوا ولبسوا الإحرام وأرادوا أن يذهبوا إلى مكة، وبقى الإمام زين العابدين يبكي ويبكي ويبكي ولا يلبي. قالوا له: يا ابن رسول الله، الحجاج ينتظرونك، ألا تلبي ونذهب إلى الحاج؟ قال: ما بكم أيها المسلمون إن قلت لبيك يا ربي وقال لي ربي لا لبيك ولا سعديك؟ أي أنك لم تصدق في تلبيتك، لم تكن صادقا في أنك قلت لبيك. أيها الأحبة، نحن نمر في كل حياتنا من شبابنا عند المسؤولية والبلوغ إلى لحظة موتنا إلى لحظات يجب أن نقول فيها لبيك اللهم لبيك. ليست التلبية في تلك البقعة فحسب، بل هي موجودة في كل مكان، وعلينا في كل مكان وزمان أن نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى كما هاجر إبراهيم وكما هاجرت زوجته. أتعلم أخي الحبيب أنك لو هاجرت إلى الله هجرة واقعية صادقة، كيف يجازيك الله في الدنيا على هجرتك قبل الآخرة؟ جزاء الله للهجرة ما جازى إبراهيم. كم ألف سنة اليوم وكل الحجيج يحجون في موقع إبراهيم، ويطوفون كما طاف إبراهيم، ويطوفون على قبر هاجر. ممنوع أن تدوس على قبر هاجر، أنت تحج بيت الله، لكن لا يجوز لك أن تدخل في موقع فيه قبر هاجر. لا يداس قبر هذه المرأة العظيمة. أنت تسعى بين الصفا والمروة وتهرول تقليدا لهاجر، ولكن عليك أن تكرمها، عليك أن تحترمها وأن لا تدوس قبرها، وقبرها في ذلك الموقع الذي لا يجوز أن يمر الحجاج من داخل ذلك الموقع ويدوسوا على قبر هاجر. هكذا أعز الله إبراهيم، وهكذا أعز الله هاجر، وهكذا أعز الله الحسين الذي كانت هجرته هي الهجرة المكملة لهجرة إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم أوصل القضية إلى نصفها ولم يكملها، الذي أكمل الهجرة إلى كربلاء وترك الطواف ليطوف حول مقتله، وترك الذبح بمنى ليذبح أمام الله قربان علي الأكبر وقربان علي الأصغر، ذهب إلى كربلاء ليجعل من أخته وبناته سبايا لم يدعهن كما دع ودعا إبراهيم زوجته وحدها آمنة مطمئنة في أرض مكة، بل جعل زينب قائدة لمسيرة لموكب فيه الإباء ولموكب فيه العظمة.
ولموكب فيه التضحية، ولموكب فيه كل شيء لله تعالى. إن الله شاء أن يراك قتيلا عندما لم يقتل إسماعيل، وإن الله شاء أن يراهن سبايا عندما لم تسبى ولم تهن هاجر. أيها الأحبة، علينا أن نعيد النظر في مسلكيتنا أيها الإخوة. أيتها الأخوات، مسلكيتنا هل هي مسلكية تضحية ومسلكية هجرة إلى الله تعالى، أو مسلكية إنسان يدعي عيد الأضحى وعيد القربان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى السبطين الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في زمرة أولياء. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، نتعلم في عيد الأضحى في هذا العام دروسا وعبر. هذا العام عام انتصر فيه النفوس الطاهرة، النفوس الأبية، انتصر فيه جنود الحق على جنود الباطل، انتصر فيه المظلومون المستضعفون على المستكبرين. المستكبر الذي كان يمثل حقيقة فرعون بثوب الإسلام، المستكبر الذي كان يمثل حقيقة نمرود باسم الدين. نحن مثلنا، بل إخوانكم في كل هذه البقعة الكبيرة من الأرض من الدول الإسلامية مثلوا قصة انتصار الإيمان على الكفر، قصة انتصار النور على الظلام، قصة انتصار الحق على الباطل، وقصة انتصار الإيمان على النفاق. هذه الموقعية الأولى الكبيرة التي نجدها في العالم. أحبكم في خطبة الجمعة هذه أن تعيدوا النظر فيما يجري الآن في العالم. ما يجري الآن في العالم انتصار لإبراهيم، انتصار لعيسى، انتصار لموسى، انتصار لمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد
وانتصار للإنسان بكل معنى الكلمة. وهذه الهشاشة التي وجدتموها لقوى الظلام، لقوى الطغيان، المسمات باسم الدين، المسمات باسم دولة الإسلام، هذه الهشاشة والانهيار السريع إنما يدل على أمر واحد أيها الأحبة. التفتوا جيدا، افتحوا قلوبكم وعقولكم أن الوعد الإلهي سيتحقق على وجه الأرض. الله تعالى وعد ولا يخلف الله الميعاد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. انتصار تل الأعفر وانتصار الموصل ليس انتصارا لتل الأعفر ولا لموصل، وإنما انتصار لليبيا وانتصار لأفريقيا وانتصار لمصر وانتصار لفرنسا وانتصار لكل الدول ولكل البشر الذين يتعاطون مع الحق والباطل لينصروا الحق. ولكن في هذه المدرسة كانت عبرة، عبرة التضحية، عبرة الفداء، عبرة الإنسان الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر ونصره الله ببدر، ونصره الله بحنين، ونصره الله بخيبر. هذا هو الخيبر أيها الأحبة، هذا هو البدر أيها الإخوة. ماذا نتعلم؟ نتعلم أننا يجب في هذه المرحلة أن نستمر بنصر الإسلام. الآن لم تنتهي المهمة، المشكلة هي الآن في أوروبا، المشكلة الآن في كل أنحاء العالم. جنود الظلام انتشروا وقد يصلون إليك وإلى مسجدك كما وصلوا إلى مسجد أفغانستان، ذبحوا 30 امرأة وهن في الصلاة في السجود، ذبحوا المرأة وهي تسجد، وذبحوا الطفل، وذبحوا الامرأة، وذبحوا الرجل. جنود الظلام لا يختلف أين وقعوا، في بريطانيا أو في نيس أو في فرنسا أو في ألمانيا، لكن على الدول أن تلتفت وأن تفتح بصيرتها وأن تختار، وأقولها بصراحة قصوى، أن تختار بين الخبيث والطيب. الله تعالى بين في القرآن الكريم لكل الإنسانية وليس للمسلمين ولا لتل الأعفر والموصل، الله تعالى بيّن للبشر أن يميزوا بين الخبيث والطيب. أنا أشكر هذه الدول التي تساعد العراق، حوالي 500,000، وبناء جامعة كما أخبرنا الأخ السفير، بناء جامعة في الموصل، هذه أمور تشكر الدول عليها. ولكن إذا أرادوا الخير لبلدهم وبلدنا، إذا أرادوا الخير للبلاد هذه، فعليهم أن يقصوا أنامل الظلام، فعليهم أن يقصوا معادن صرف الأموال على القتل. هناك شنط من الأموال تحمل وتوزع، هذه الشنط يجب أن تقف. بكل وضوح أقول علينا كشعوب نعيش في هذه المنطقة، مواطنين أو مهاجرين، وفرنسيين أو غير فرنسيين، أن نختار بين أحد أمرين، إما أموالهم وسنقتل بأموالهم،
وإما أن نصبر على الجوع والاقتصاد والمصائب وبذلك نتحرر من مصائبهم ومن قتلهم ومن تدميرهم. وعلينا أيضا أيها الأحبة أنتم أن تكونوا حمام سلام في هذه المنطقة. أوصيكم أيها الأحبة، قد تكون الوصية الأخيرة التي أوصيكم، أوصيكم رجالا ونساء أن تكونوا حمام سلام في هذه المنطقة، أن تحملوا العلم، أن تحملوا النور، أن تحملوا الفضيلة، أن تحملوا علم رسول الله وآل الرسول بحوزة علمية، بجامعة تنشر من خلالها كما نشر الإمام الصادق. الإمام الصادق لم يقصر علمه ولم يحتكر علمه على الموالين، بل عمم كل الناس وكل الناس وكل الناس. وعليكم أن تكونوا سفراء الإسلام وسفراء الإمام الباقر والصادق في هذه البقعة وفي هذه المنطقة التي تنتظر منكم الخير الكثير. قال لي كما قلت وأكرر، قال لي رئيس بلدية أعزه وأحترمه، قال نحن لا نريد من المهاجرين أن يأخذوا منا فحسب، بل نريد منهم أن يعطونا من ابن رشد وملا صدرا وابن سينا ما عندهم من علم وما عندهم من فلسفة وما عندهم من رؤى للحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها الأحبة. الآن الله أمرنا أن نكون من الذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. عليكم أن تعينوا بعضكم البعض، لا تفصل بينكم اللون الأسود عن الأبيض، ولا الجنسية العراقية عن الإيرانية والأفغانية، ولا تفصل بينكم اللغة عن اللغة، لأنه كما قرأتم يوم أمس كل اللغات تهيج إلى الله وتدعو الله تعالى. علينا أن نتوحد كما توحدتم، وهذه المؤسسة المباركة التي أسسها السيد أبو القاسم الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، من وصيته الشريفة أن المؤسسات التي عنده لكل البشرية ولكل المؤمنين، ولذلك اجتمع الجميع هنا تحت هذه المظلة. وعلينا أن نوزع النور وأن ننشر النور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نرفع أيدينا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك قاضي الحاجات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم ارحمنا بهم يا رب العالمين. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين جميعا. نختم مع دعاء الوحدة، أي دعاء تكاتف الأيدي، وطالما تعودنا أن نختم بهذه الدعاء الذي هو تعبير عن الذين آووا ونصروا. ثم أيضا نزور الحسين عليه السلام. وأنا قبل ذلك وذاك أشكر جميع الإخوة العاملين في هذه المؤسسة،